يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. يا Yeah.
بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحام بيرينا صلاة على محمد إمام الكل خير شام في عينا الله عليه العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيتي وإن الله فإنه لا يرد متوسل بنا. الفاتحة إلى روح حبيبنا شفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحاب كونهم أجمعين. سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنهما الحسن والحسين فاطمة الزهراء وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرواح ساداتنا علي بعلوي من مشارق الأرض وغاربها يا أرواح ساداتنا الصوفية المحققين إلى الله المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الفخر الوجود أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروع أولياء الأقطاب والأبدال والعودات سيدنا علي بن زين العبي سيدنا محمد باقر سيد جعفر الصادق سيدنا عبد الغريد سيدنا محمد النقيب سيدنا علي بن رومي وسيدنا العربي بن عم غلبي خالق القسم سيدنا محمد بن البربات والأرواح الأئمة المجتهدين المقلدين إلى يوم الدين وإلى أرواح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ العارف الله معروف الكري الشيخ عبد الحسن سالي حجة الإسلام أبو حامد
محمد محمد الغزالي الطوسي سيد امام قاسم جنيدي البغدادي سيد امام ابو البيان سيد ابو الصامي محي الدين العربي تاج الدين بن عطاء الله الشغالي سيد الفقهاء والمحدثين كرام المفسرين وحمل القران القديم الصوفي المحققين رضي الله تعالى عن محلت ارواحهم اجمعين ودوا الدعوه للرساد والغيث البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد ودوا الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ علي بن عبد الله بارش ارواح الشيخ الانبار الرباعي احمد بدوي شيخ التسوقي سيد ابو الحسن الاسري سيد عبد المنصور المادوري سيد البدر المدري سيد محمد البوسيري نبع الله ويسر العارف اللي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي والاولياء العارفين الذي بلغوا اندونيسيا الجزيره جابر الصنع الملك ابراهيم رحمه الله حمد يقين هذا المقدوم الرحيم لدن سنان جوانب الشهيد جار القديم درجات سنان عبد الرسول سنان بريا بدايه السلف وصولهم وبروهم العربي المؤسس نهضه الله شيخ محمد هاشم حسن شيخ واحد اسبوع بسر سمسري وشيخ معارف الى شيخ الاسلام وشيخ الاستغاثه كرامه شيخ محمد بن عبد الله المجالاني بين على عارف الله شيخ عبد الكريم حامد بن عبد الله بن عمر صاحب الخاله الحبيب جعفر بن شيخ خان الشكر وروحي الغناء الحافظ المسير الدكتور حبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الدين وغالبي فاطم عبد الله بن عبد الحسين المصري وصاحب قاضي المجلس الكريم ابن الكريم يا رزقي عبد الرحيم يا احمد شادلي ويا الحبيب هاشم بن زين بارك وسيد الوالد يا عمر سعيد وسيد حمد الوهاب يا متقين وصولهم وصولهم ما استمعنا بسببي وأهل أجلهم المغفور لك يا حجي أحمد سبادر المغفور لك يا حجي جعفر صادق المغفور لك يا حجي عدل بدر الدين المغفور لك يا عبد الوهاب عبد الله محمد إدريس أولو العمر بالزيت المهم صاحب الخال في هذه الليله في اليوم العهد شيخ الأرحام بالله العارف بالله حافظ القرآن الحبيب جعفر بن شيخ خان السكر وأهل القبور مسلمين السنة في هذه القرية إبو غاليمة بح مكري بح سائم بح سمورة سمورابيل أيبو واتيم بح تسناوي بح تمبو بح درمو بح ساتونا بح مر بح لينتن بح عمر بح سائم بح مريلا إبو مورا موتارو إبو ساتورا مصفوفا أنا سيكون مانتوفير M. Dahir, Pak Warti, Ibu Menti, Pak Abdul Manan, Rudi Indah Yati, Wahyu Wulandoko, Mbah Mukim, Mbah Diman, Biman sekalian, Mbah Sakri, Pak Kasna, Kasna Naru, Kasnari, Ibu Yuyun, Barjo, Pak Ngatimun, Wali Arwah Jami'il Mu'min wal Mu'minat, Wal Muslimin wal Muslimat, Masyaikhina, Masyaikhu Amwatina, Amwatil Muslimin, Anawwa Taqasam Birrahma wal Maghfirah, Allahumma ja'ala wa nasha'Allah wal Hadirin wal Hadirun, Astaghfiru Arwah Muttahira Zakiyah, Allah yukhrina niyatana niyatakum, Wa maqasidana maqasidakum, من هو أسلافنا وأباؤنا رجالنا السابقون السابقين السابقين أحمد القبيون أعوذ الله يرزقنا رزقا حسيا معنويا أو من غير تعب ولا سبيل أعوذ الله يشفي أمراضنا أمراض المسلمين رشفاء أنت من لا يدغى رزقما ولا عارما أعوذ الله يبلغنا أهلنا ذريتنا وجماعتنا خصوصا وبالخصوص جماعة رياض الجنة حج بيت الحرام وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنين بعد سنين ما بعد وام ببقرة صاحب المولد الحبيب علي بن محمد العبسي وسيد الوالد عمر سالي وعبد المسيد وسعد الرحمي عمر سادي وابو صولي ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباحتهم في الدين والدنيا والآخرة بقضاء حاجاتنا حاجاتكم الدنيوية الدينية والدنيوية والأخروية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة بسر وأسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ما من يخدم وصاله يقظه ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى الصادق المصدق يا ربي
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستهلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليهيط بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.